ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تشيز كيك سهل كده وبسيط، مش مكلف زي بتاع بره. هنحاول باذن الله ان احنا نعمله بطريقه بسيطه ويطلع معاكي ناجح من اول مره باذن الله، والقوام بتاع الطبقات كلها يكون معاكي مظبوط 100% باذن الله. طبعا اول طبقه من التشيز كيك بتبقى البسكوت والزبده. انا معايا هنا 2 باكو كده من البسكوت شاي ساده، البسكوتة الواحده 100 جرام، يعني معايا 200 جرام من البسكوت. طبعا اللي هيعملوا معايا طبقه رفيعه كده من البسكوت. لو انت بقى عايزه تخلي الطبقه تكون عاليه شويه بتزودي بسكوت عن كده خلاص. بس طبعا الزبده بتاعتنا هننزل بيها على البسكوت، اي كميه انت هتجيبيها هننزل بيها على البسكوت بتاعنا بعد ما نفرمه طبعا في الكبه او ندقه كده بايدينا. هتحطيه على البسكوت وتخلي تفضلي تنزلي بيه تدريجي كده وتقلبي بايديكي لحد ما تحصلي على البسكوت بتاعك يكون مندي كده او مبلول عامل زي رمل البحر، زي الرمله بتاعت البحر كده. انا هوريكم القوام قدامكم، وانتوا لو حابين تزودوا بسكوت زودوا عن كده، لو انتوا حابين الطبقه سميكه عن كده. لو حابين الطبقه بتاعتكم تكون رفيعه زي ما انا عامله كده فيبقى معاكي 200 جرام من البسكوت الشاي اي نوع انت تفضليه، وهتنزلي عليه بالزبده. وكمان عايزاكم تخلي بالكم من حاجه، ان في انواع بسكوت بيبقى فيها نسبه زبده، فتخلي بالكم من الحته دي، يعني تنزلوا بالزبده على البسكوت وتقلبوا لحد ما تخلي البسكوت معاكي شارب الزبده كده وكريمي كده وياكي، مش كريمي زي رمل البحر كده يكون مندي كده وياكي ماشي. في ناس كتير بتعمل بدل الزبده بميه، برشه ميه بتبخ على البسكوت كده بميه، بس ما انصحكوش ان انتوا تعملوا الحته دي، هي بزبده بس، يعني ما تجربوش لا سمنه ولا زيت ولا اي كلام من ده. كمان هي الزبده عشان بتعمل قوام للبسكوت وتخليه يمسك معاكي، الطبقه تمسك معاكي وما تتفرفتش. اول خطوه كده هعملها يا بنات، هاخد البسكوت بتاعنا اضربه في الكبه، او لو انت ما عندكيش كبه كده زي حالتي كده هتضربيه، هتكسريه كده بالنشابه، هتحطيه في كيس وتكسريه خالص بالنشابه لحد ما توصلي يكون ناعم كده ماشي. انا هكسره كويس وهرجع لكم تاني باذن الله. اهو كده يا بنات، اهو ما شاء الله هو اتفرم معايا على طول ما خدش وقت اهو. ولو في اي حاجه لسه زي دي كده هنحاول يعني نعملها بايدينا اهو. انت لو عملتيه في الكبه هيطلع معاكي ناعم عن كده كمان. اهو كده يا بنات، حاولت ان انا يعني افرمه كده كويس كده او اعمله بايدي، يعني هو بتكسر بسهوله يعني مش صعبه ولا حاجه. انت ممكن تسهلي على نفسك وتعملي في الكبه. انا هنزل بقى كده بالزبده زي ما انتم شايفين كده اهو، بس زي ما قلت لكم خلي بالكم ان في بسكوت يكون فيه نسبه زبده كبيره فمش هيحتاج معاكي نص كوبايه اللي هكملهم يا بنات، مفيش فيهم حاجه اهو. انت لو زودتي بقى بسكوت عن كده او زودت الطبقه بتاعتك، كترت البسكوت الساده بتاعك اكتر من كده بتنزلي برضو عليه بالزبده لحد ما يعمل معاكي يكون مرمل كده وياكي زي ما انت شايفه كده اهو. يعني ما تقلقيش من ناحيه البسكوت والساده والطبقه الاولانيه دي، هو انت بتنزلي بالزبده على البسكوت الكميه اللي انت جايباها لحد ما يبقى مرمل معاكي وعامل زي الرمله المنديه كده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي واحاول بقى اكبسه كده في الصينيه كويس جدا. اهم حاجه ان انت غلفتي البسكوت كده بالزبده اهو، ونكبسه بقى في الصينيه حالا. دي كده يا بنات الصينيه اللي انا هعمل فيها، اللي هي اللي بتبقى بمشبك كده من هنا، دي اللي انا هعمل فيها. ممكن تستخدمي بدل الصينيه دي تستخدمي اللي هو الطوق ده اهو، ممكن تحطيه على اي صينيه موجوده عندك تثبتيه عليها، تحطيه عليها وتحطي تعملي الطبقات بتاعتك كلها كده عليها. واهم حاجه ان هو بس ما يتحركش. لو انت عندك الطوق ده في زيه بتفك نفس الطوق برضو بتفك كده برضو ممكن تستخدميه لو موجود عندك وفي الاخر تفكيه كده على الطبقات بتاعتنا ويطلع معاكي زي الفل. كل حاجه بتصدعي على صينيه تانية اللي هي صينيه البيتزا مثلا بتقلبيها وبتعملي على ظهرها مثلا. المهم
في ناس كتير برضو ما بقاش عندها صواني او الطوق ده ما بقاش عندها، فانت ممكن تجيبي صينيه عاديه يكون بتلبسيها كده زي كيس، وبتبتدي ان انت تعملي الطبقات بتاعتك برضو عليها كده، او اللي هو الاستريتش، ممكن الاكياس العاديه وممكن الاستريتش. بس طبقه البسكوت دي مش هندخلها الفرن، هنخلي بالنا، لان انت ممكن طبقه البسكوت دي تدخلها الفرن بتاع 7 دقائق كده ولا حاجه، وممكن تحطيها في التلاجة. انا هعملها كده، هحطها في التلاجة مش هحطها في الفرن ولا حاجة. لو انت يعني عايزاها تتعمل تمسك مع بعضها كده بسرعة، دخلها في الفرن 7 دقايق. لو دخلتيها في التلاجة بتحطها في التلاجة لحد ما تجهزي الطبقة التانية، وطلعيها عادي وتحطي الطبقة التانية عليها خلاص. المهم ان انت بس تخلي بالك، لو انت دخلتها الفرن ما تحطيش لو انت دخلتها الفرن وانت حاطة الكيس، ما عندكيش الصواني دي وحاطة كيس، اهم حاجه تخلي بالك ان انت ما تدخلهاش الفرن عشان الكيس طبعا هيسيح، وتكون انت مش واخده بالك من الموضوع ده. هنزل طبعا طبقه البسكوت بتاعتي دي اهو، هنزلها كده. كل بقى اللي يهمني بقى في الموضوع دلوقتي ان انت تكبسيه كويس خالص، يعني عايزاه كله يكون مساوي كده وماسك في بعضه. ودي مست الزبده يا بنات، الزبده مع البسكوت بتمسك وتخليه كتله واحده كده، حتى لما تيجي تقطعها بعد كده ما بتفرفتش منك اهو. انت تعمليه بايديكي، وبعد كده هتجيبي بقى اي حاجه عندك اهو. يا بنات انا عملتوه كده على قد ما انا قادره اهو. انتوا عارفين الهراسه بتاعه البطاطس، ممكن تجيبوها وتعملوا بقى تضغطوا بيها جامد كده، بتبقى حلوه برده، بتخلي الطبقه دي تمسك كويس. انا عندي حاجه زي كده فهعمل كده. اهم حاجه ان انت ما تضغطيش من المكان وتسيبي المكان التاني، فاهميني؟ الاطراف دي انا هقول لكم تعملوها بايه دلوقتي. يعني احنا بنعمل من النص، هقول لكم تعملي الاطراف ازاي. انا بس باكد عليكم ان انت لازم تضغطيه كويس جدا عشان بعد كده ما يرجعش يفرفت منك خالص. وبالمعلقه كده يا بنات وتعملوا الاطراف كده زي ما انتم شايفين اهو. انا همشي معاكم طبقه طبقه علشان ما تتلخبطوش. يا بنات بقت متماسكه خالص اهي. انا هدخلها بقى الثلاجه او الفريزر، تقعد في الفريزر على ما اعمل الطبقه الثانيه. تاني طبقه بقى بتكون متكونه من الجبنه، اي نوع جبنه كريمي موجود عندك. انا معايا هنا الجبنه الكري، هستخدم بس 8 قطع. انت ممكن تستخدمي الجبنه الكوبايات او الجبنه اللي هي المثلثات او اي نوع جبنه كريمي. في علبه جبنه كريمي كده بتبقى خاصه بالتشيز كيك، فانت ممكن تجيبيها ايه وتستخدمي العلبه دي، بتبقى حلوه برده ومش غاليه قوي. فانا عندي هنا جبنه كريمي هستخدمها، هستخدم بس 8 مكعبات بس. لو انت استخدمت الجبنه المثلثات استخدمي دور ونص، الدور طبعا بقى فيه 8 قطع، فانت استخدمي دور ونص. المهم يبقى معايا كده جبنه كيري هستخدم 8 قطع منها، ومعايا كوبايه كريم شانتيه خام، ومعايا 3/4 كوبايه من السكر البودره، وكوبايه لبن، اللبن ده متلج اهو، التلج فيه كده زي ما انتم شايفين كده. دي الكوبايه اللي انا معايا بقى الحاجات اللي معايا اللي هو السكر والكريم شانتيه، ومعايا هنا 2 معلقة من القشطه، دي قشطه اللي هي بتاعت وش اللبن. ممكن لو عندك القشطه اللي هي باك او اي نوع قشطه انت تفضليه يعني، ممكن تحطيه، تجيبي علبه وتستخدمها معانا في الوصفه بتاعتنا. ومعايا هنا الجيلاتين البودره، انا جايباه من عند العطار بالطريقه دي كده اهو. هاخد منه معلقه كبيره على 1/4 كوبايه ميه سخنه، تكون ميه سخنه بتغلي خالص. تعالوا بقى مع بعض نشوف احنا هنعمل الطبقه. هاخد كده منه معلقه كده كبيره كده اهو يا بنات اهو، معلقه منه، وهدوبها في ميه سخنه بتغلي كده، يعني ربع تقريبا ربع كوبايه يعني. هسيبها بقى كده فيه لحد ما نخلص الخلطه بتاعتنا. طيب يا بنات انا هجيب بقى عندي هنا كده الكريم شانتيه، هنزله هنا كده في بوله، والسكر البودره اهو، وهنزل باللبن المسلك كده على طول
مفيش بقى لا كريمة خفق ولا اي كلام من ده، اهو اهو كده يا بنات. هضرب بقى الكريم شانتيه والسكر كده كويس جدا، حطيت كده مكعبين تلج كده يا بنات يساعدوني برضو. هفضل اضرب بقى فيهم كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه وارجع لكم تاني. طرفت كده يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، لحد ما القوام بقى عامل معايا كده زي ما انتم شايفين اهو. انا فتحت كده الجبنه الكيري وحطيتهم كده في فول اهو زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بيهم كلهم كده واضربهم كويس خالص. اهو كده يا بنات شايفين الخليط بقى مويين عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. بس المفروض ان احنا كنا ضربنا الجبنه الكيري اول وبعد كده حطينا عليها كل الاضافات اللي احنا حطيناها وضربنا الكريم شانتيه بقى ايه وياه. بس انا قلت الجو حر والجبنه اصلا تحسوها فكه كده لوحدها يعني من الحراره، فضربتها كده ايه فوق الجبنه كده على طول. كنت هضربها في البوله اللي انا عاملاها لوحدها يعني. بس يلا معلش مفيش محصلش حاجه، هي خدت وياه وقت بس على ما ضربتها مع الكريمه وممكن تكون لسه مخرزه كده حاجه بسيطه خالص. فانا هحط دلوقتي بقى انتوا بقى لما تيجوا تعملوها اعملوا الجبنه في بوله لوحدها والكريم شانتيه في بوله لوحده وبعد كده ارجع احط ده لده، لكن او اعملي الجبنه اول وبعد كده احط الكريم شانتيه والسكر واللبن وكل حاجه فوق بعض واضربوها. انا هضرب بقى اللي هحط عليها القشطه، لو انتوا مش حابين تحبوا تحطوا القشطه خالص ما تحطوهاش، هي مش اساسي خالص بس هي بتدي طعم حلو برده. وزي ما قلت لكم هي بديل القشطه اللي هي اللي بتاعت الحلويات اللي هي القشطه الباك مثلا او اي نوع انتوا حابينه. وكمان اللي اسمه ايه اللي هي معلقه الجيلاتين كمان يا بنات ممكن ما تحطوهاش خالص برده، هي مش اساسي بس هي بتمسك القوام ده. يعني انت ما تحطي معلقه الجيلاتين بتبقي ضامنه ان الطبقه الثانيه دي بتبقى متماسكه كده وحلو، ممكن برده ما تحطوهاش وتبقى الطبقه وياكوا تمام وزي الفل وكل حاجه. بس كده انا هضرب دي كويس وبعد كده هجيب معلقه الجيلاتين احطها. يا بنات معلقه الجيلاتينه اهي انا هحطها دلوقتي، بس انا صفيتها بمصفه تكون عينها ضيقه شويه، تكون عينها ضيقه خالص عشان ما ينزلش معاكم اي حاجه ايه ما دابتش في الجيلاتين اهو. هضربها بقى كويس ونجيب بقى البسكوت من الفريزر ونحط الطبقه الثانيه. Thank you.
بنات شايفين طلعت طبقة البسكوت كده من الفريزر متماسكة كده وزي الفل ما شاء الله. ودي طبقة الكريم شانتيه اللي احنا عملناها والجبنة الكري او طبقة التشيز يعني. بصوا انا بس الغلطة اللي انا عملتها ان انا ما ضربتش الجبنة لوحدها، او ضربتها هي الاول قبل ما احط المكونات كلها عليها ماشي. فانتوا لو انت ما تيجي تعملوها اعملوا كل ايه الجبنة كلها اضربوها الاول وبعد كده نزلوا عليها كل الكريم شانتيه. هنزل بقى كل الكلام ده كله في قلب الصينية بتاعتي كده واحاول ان انا ايه اسويه. احاول ان انا اظبطها وفي نفس الوقت ما بهدلش الاطراف يعني. اهو خطوه بقى مهمه يا بنات ان انتوا لازم تعملوها كده يا بنات. ضفت الطبقه الثانيه كده زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجه ان الاطراف بتاعه الصينيه ما تكونش متبهدله يعني، انا مسحتها كده بمنديل علشان لما تيجي تحط الطبقه الثالثه ما تبانش ايه ما يبانش كده الحاجات اللي تبقى موجوده هنا ماشي. فلازم تمسحيها بمنديل. انا هسيبها كده في الفريزر لمده 6 ساعات يعني من 4 ساعات لست ساعات وبعد كده هطلعها من الفريزر ونحط عليها الطبقه الثانيه الطبقه الثالثه. عشان اعمل بقى الطبقه الثالثه يا بنات هحتاج 2 باكو من الجيلي 2 باكو وهحتاج كوبايه ونص ميه سخنه بتغلي ونص كوبايه ميه بارده من الحنفيه عادي ماشي. الباكو الواحد بياخد 2 كوبايات ميه، كوبايه سخنه وكوبايه بارده او كوبايه من الحنفيه يعني. طيب انا حطيت 2 كوبايات مقدار باكو بس ماشي، علشان انا عاوزاه يجمد بسرعه مش عايزاه ياخد وقت ان هو يجمد وكده. كل اللي انا هعمله هفتح الباكو الجيلي هنزل بقى بالميه السخنه، انا معايرهم طبعا بالكوبايه دي، هقلبهم بقى كويس يعني كويس جدا لحد ما اتاكد ان مفيش فيه سكر لسه ما دابش. اتاكدت كده يا بنات ان الجيلي حبيبات الجيلي كلها دابت معايا خالص. هنزل بكوباية المية الباردة بنص كوباية مية باردة، لو عاوزين تضيفوا كوباية كاملة عادي برضو هيمسك ويبقى جامد وحلو وكل حاجة، بس انا يعني عايزاه يبقى مركز قوي بحيث ان هو ما ياخدش معايا وقت في الفريزر ماشي. الطبقة التالتة دي يا بنات انتوا ممكن ما تعملوها اي نوع جيلي انتوا بتحبوه اي طعم انتوا بتحبوه، مش لازم يكون فراولة. كمان ممكن تستخدمي صوص شوكولاتة صوص فراولة صوص صوص اي صوص انت بتحبوه، صوص كراميل الصوص اللي هو بتاع اللي اسمه ايه يا ربي اللي هو صوص صوص التوت، اي صوص انت بتحبوه ممكن تعملوا الطبقه الاخيره دي باي حاجه انت بتحبوها يعني، مش لازم جيلي او كلام من ده بس ماشي. بس الجيلي عشان بس بيبقى موجود في كل مكان يعني وسهل ان انت تعمليه او موجود في كل بيت يعني. بس كده انا اتاكدت طبعا ان هو اتقلب كويس او ان هو داب. هسيبه بقى يبرد تماما، ودي خطوه مهمه ما تحطهوش على على طبقه التشيز بتاعتنا، علشان لو انت حطيتيه وهو سخن كده هيسيح كل اللي احنا عملناه، فلازم يبرد. هنسيبه يبرد هنا مش في التلاجة، هسيبه يبرد كده على الرخامه لحد ما يبقى اخد درجه المطبخ كده، وبعد كده ابتدي ان انا ايه احطه على طبقه التشيز بتاعتنا. خلاص كده يا بنات طلعت الطبقه بتاعت طبقات البسكوت والتشيز
من الفريزر، والجيلي بتاعنا خلاص كده ايه برد وينا خالص. ماشي، هعمل كده وهنزل على المعلقة نفسها كده. لو سخن هيسيح لك كل الكلام ده، فخلي بالك لازم يبرد، وخلي بالك ما تنسيش وتحطيه في التلاجة لان هيمسك كله. المهم كده زي ما انتم شايفين اهو. لو عندك بقى اي نوع فاكهه انت بتحبيه، مثلا فراوله ولا حاجه، طبعا بترصصيها اول وبعد كده بتنزلي بالجيلي بتاعنا. انا حابه ان انا اسيبه كده، شكله كده يعني خفيف كده وجميل وبسيط. المهم انا هاخده كده احطه في قلب الثلاجه لحد ما طبقه الجيلي دي تمسك جامد. هسيبه كده ساعتين ولا حاجه، من ساعتين كده يا بنات التشيز بتاعتنا اهي طلعت من الثلاجه من الفريزر اهو. هنسمي الله كده ونفتحها. هنحاول بقى كده بسكينه كده يا بنات ونبتدي، بس ايه يعني هنعملها كده بس، ما تحاوليش ان انت تنزلي لتحت قوي يعني. بس طبقة الجيلي بس. اهو شايفين ما شاء الله، شايفين جميلة قوي ما شاء الله. تعالوا كده بقى يا بنات نقطعها كده مع بعض اهو كده. هنمسح طبعا كده بفوطه او حاجه علشان الكريمه البيضه ديتي هتطلع على الوش. وده كده يا بنات التشيز كيك بتاعنا اهو. شايفين الطبقات ما شاء الله متماسكة وجميلة جدا جدا، شايفين ما شاء الله جميلة كده خالص. اتفضلوا معانا جربوها كده وان شاء الله كده بإذن الله تعجبكم بإذن الله. جميلة. يلا اشوفكم في رعاية الله. عايزاكم تعملوا بقى كده لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. في رعاية الله، حلوين.